يقول السائل: إذا سأل السائل المفتي، إذا سأل السائل المفتي وذكر المفتي في الجواب عدة أقوال ولم يذكر الرأي الراجح منها، فهل يعني ذلك أن للسائل أن يعمل بأي الأقوال المذكورة؟ واضح السؤال. أولا، قد يختلف حال المجيب، فالمجيب قد يكون حافظا لا قدرة له على التمييز بين الأقوال الفقهية، فلا يستطيع أن يميز بين الراجح والمرجوح، بين الصحيح والضعيف، فيجيب السائل بما يحفظه، وبما ربما هو لا يعني لم يلتزم قولا ويقلد قولا معينا، فليس معنى ذلك أن المسؤول لا يريد أن يجيبه بالراجح. ولو قلنا بأنه عالم لكن لم يسأل عن الراجح فأجاب عموما. المسألة العامة التي درسها أو التي ناقشها الأصوليون: هل للعامي، نقصد بالعامي ليس الجاهل، نقصد بالعامي في هذا المصطلح زين، نقصد به من لا قدرة له على الترجيح، حتى الذي يحفظ الأقوال، الذي يعرف الأقوال لكن لا قدرة له على الترجيح، هل له أن يأخذ بأي قول من هذه الأقوال ما دام أصحابها، ما دام أصحابها أهل معرفة وعلم واجتهاد، أو ليس له ذلك وإنما يجب عليه أن يعرف الرأي الراجح من خلال العالم الذي يقلده أو الشيخ الذي يقلده؟ ففريق قالوا له أن يعمل بأي هذه الأقوال، لأن الأقوال هذه إنما صدرت عن أهل علم ثقات، والمسألة من مسائل الخلاف الواسعة، فله أن يعمل برأي شريطته، له أن يعمل ليس برأيه، له أن يعمل بأي قول شريطته ألا يكون ذلك من باب اتباع الهوى، ألا يكون ذلك من باب اتباع الهوى. فإذا الحري بمثل هذا الشخص أن يأخذ بالأحوط. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن عليه البحث عن الراجح وليس له أن يعمل بأي قول، لأنه إما أن يبني اختياره، لأنه إنما أن يبني اختياره على علم وترجيح وهو ليس مرجحا، وإما أن يبني اختياره على ضرب من القرعة والاختيار وهذا لا يصح، وإما أن يبني اختياره بناء على ما يناسبه الأسهل له ويخاف هنا من اتباع الهوى. فإذا الأقرب إلى الصواب العلم عند الله أن يبحث عن شخص له قدرة من أهل العلم الموجودين، والحمد لله لا يخلو زمان من أهل ترجيح على أقل تقدير، لأن الأصوليين قسموا مراتب الاجتهاد إلى الترجيح والاجتهاد على أصل الإمام والاجتهاد المطلق، لا يخلو من أهل ترجيح ومن أهل اجتهاد واستنباط مطلق أي زمان من أزمنة بلادنا والحمد لله. فإذا عليه أن يرجع إلى أهل الترجيح ليختاروا له قولا يرجح له قول ممن يثق في علمه، وإن ضاق عليه الوقت فله أن يأخذ بأحد هذه الأقوال، وأنصحه أن يأخذ بأحوطها لأنه الأورع لدينه حتى يعرف الراجح، والمسألة كما قلت من مسائل الخلاف، والثاني هو الأقرب إلى الصواب، والله أعلم.